ايه مصير. قلنا ماضي بسيط بيصف فعل حصل في الماضي وانتهى. طب بيتكون من ايه دايما؟ من التصريف الثاني للفعل اللي هو الفعل الدي او اي دي او اي اي دي او شاذ. لما هو في فعل الماضي من فيه يا اما بدير انت والمصدر لازم ارجع فعل المصدر تاني، يا اما بوزن تاورنت، بس وزن تاورنت مش عايزه مصدر، ده عايزه صفه او اسم او حرف جر مثلا او ان جي. طب ونيفر دايما بعد نيفر فعل ماضي، فعل ايه؟ فعل ماضي، فعل ماضي يا اما منتظم يا اما منتظم. لما اعمل سؤال في الماضي اسال يا اما بديد والفعل والمصدر، يا اما واز اوير والفاعل، بس عايزه برضه يا اما اسم يا اما صفه يا اما ان جي. ده ليه علامات الماضي؟ ليه علامات؟ اه يا اسطى دي لاست وانس اجو ان زي تاريخ الماضي زازر داي برضه اف اونلي اتس تايم اي ويش اي درازر. لو وراهم فاعل بختار دايما يا ماضي بسيط يا ماضي تام. طيب لما اتحدث عن الماضي، لما اتكلم عن حاجه في الماضي استخدم دايما يوست تو اعتاد ان، وانا فيها دايما اسمه ديدنت يوز تو. لو قلت ديدنت ارجع يوز تاني نظر، يا اما نيفر يوست تو في السؤال ديد والفاعل وبعدين يوز تو. طب لو جه قبل يوز تو جه قبلها فيرب تو لو ام ويز ورا واز اوير او جيت او بيكم او جرو حط ورا دايما اي ان جي او اسم. خلي بالك يوز تو بتساوي نو لونجر، بس نو لونجر دايما ورا فعل مضارع، يعني مثلا هي نو لونجر كمز اي نو لونجر كذا. انما يوز تو تعبر عن ايه؟ عن عاده في الماضي. بعد كده عندنا قلنا يوز تو لو دي وراها كلمه بي يبقى اخر الجمله دايما وفي بط ناو في الجمله، يعني يبقى الكلام مخت عكس بعضه. اي يوز تو بي كذا بط ناو يبقى هو اختار يا ام يا ايز يا ار، بس لو في بط في الجمله يبقى الكلام عكس بعضه. هنا اثبات يبقى اف. طب لو يوز تو جرافي الاساسي يبقى اخر الجمله يا دو يا دز، لو في بط ناو يبقى يا دونت يا دزنت. طيب يوز تو كمان لها معنى تاني، معناه يستخدم فيه. طب امتى ده؟ لو دي قبلها عاقل زي المثال ده كده ابن از يوز تو. بعد كده ايه؟ رايت مش رايتنج، على الرغم ان في از الطلبه بيشوفوا ايه؟ بيشوفوا از قبل يوز تو يحط اي ان جي. لا هنا مصدر الفعل لان معناه هنا اصلا ايه؟ يستخدم فيه. تاني زمن الباست كونتينوس الماضي مستمر، ده فعل كان مستمر في الماضي فتره معينه ايه من الوقت في الماضي، يعني مثلا امبارح الساعه 10 كنت بعمل كذا، من 7 ل 10 كنت بعمل كذا، امبارح طول اليوم كنت بعمل كذا. طب بيتكون من ايه مستمر ده؟ بيتكون من واز او وير زائد الفيرب اي ان جي. عايز ان فيه ان في واز انت اويرنت والفيرب اي ان جي. عايز تكون سؤال واز او وير والفاعل وبعدين فيرب اي ان جي. واز مع المفرد وير مع مين؟ مع الجمع. امتى اختار الماضي المستمر؟ بختاره دايما لما اجي وايل او از او جاست از او بيكوز او سينس. الخمس رابط دايما الجمله اللي وراهم لازم تكون ماضي مستمر، لازم اي واز هي واز شي واز وي وير زي وير. طب لما اجي وان برضه قبلها دايما واز او وير. برضه اذا حدد وقت حدوث الفعل في الماضي، يعني حدد يعني مثلا الساعه 10 امبارح، الساعه 12 امبارح، امبارح اول ذا ماشي امبارح طول الوقت، مثلا دي عباره ايه؟ امبارح مثلا فروم 7 تو 9 من 7 ل 9 يا اسطى امبارح، يبقى ده ايه؟ حدد وقت حدوث الفعل فين؟ في الماضي، فاختار واز او وير. طب ايه وايل ديت؟ وايل لها ثلاث حالات، دايما بعد وايل جملتين، الاثنين ماضي مستمر ماضي مستمر، بس امتى يحصلوا؟ لو الفعلين حصلوا دون قطع زمني، حاجه ايه؟ مفيش حاجه ثانيه، وايل اي واز رانينج او مثلا وايل اي واز سليبنج بينما كنت نايم كوما ماي سيستر واز واتشنج تي في، في علاقه بينها؟ مفيش علاقه. طب امتى ماضي مستمر بسيط؟ لو كنت بعمل حاجه وانقطعت، وايل اي واز رانينج كوما اي فيل. وبرده لو مفيش فعل اختار مين؟ اي ان جي، وساعات بينج في المجهول بتاعها بينج زائد تصريف ثالث. طيب بعد كده عندنا كمان اللي هي ديورينج. ديورينج معناها اثناء او خلال. ديورينج معناها ايه؟ اثناء او خلال. دايما بعد ديورينج تلاقي اسم زي ذا فيلم، ذا ماتش، بريك فاست، واي وراها ان جي اسم زي وركينج اور، وراها ماي والفعل ماي ستاي ماي فيزيت. وان معناها عندما، دايما بعد وين ماضي بسيط ماضي بسيط جملتين بسيط بسيط، يا اما بسيط ومستمر لو كان في تقاطع، يا اما اي ان جي. برضه مش كل الافعال ينفع احطها ان جي، يعني مثلا ينفع اقول واز ايتينج واز بلاينج واز رانينج واز سليبنج واز دوينج واز واتشينج، انما ارايف مش اسمها واز ارايفنج، اسمها ارايفد، اسمها ريتشت، اسمها فوت، اسمها هاد. لو ثينك بمعنى يعتقد ما ينفعش تقول ان جي. لو هاف معنى يمتلك لازم تكون في الماضي. ماشي، افعال حواس ده ما تاخدش ايه الاستمرار. الماضي التام بقى الباست بيرفكت، خدنا ماضي بسيط خدنا ماضي مستمر ده ماضي تام. بس بيرفكت يعني الحدث الاول في الماضي، بيتكون من ايه؟ من هاد زائد تصريف ثالث في النفي، هاد انت زائد تصريف ثالث في السؤال، هاد والفاعل وبعدين مين؟ تصريف ثالث. طب امتى اختار الماضي التام؟ امتى اختار الماضي التام؟ بختار دايما لما الاقي باي بعدها مده، يعني مثلا باي 26 باي 2006 ماشي، او باي ذا لاست ييرز ماشي، باي ومده في الماضي، او كلمه ايرلير او كلمه ريمبر او فورجيت او ريلايز او ريمايند. الافعال دي كلها دايما بتاخد ايه؟ ماضي تام. وبرده ادوات الربط الزمنيه اللي هي افتر وين اس اون اس تيل انتل بيكوز، دول دايما وراهم ماضي تام اللي هو هاد زائد تصريف ثالث، وجاب لهم دايما ماضي بسيط اللي هو الفعل بي دي او شاز. انما بيفور ماضي تام العكس، وراهم ماضي بسيط وجاب لهم ماضي تام. طب افتر بيفور لو مفيش وراهم فاعل احط ان دي، يا اما بينج زائد تصريف ثالث. طب وهافينج وراها دايما تصريف ثالث، او بين زائد تصريف ثالث. تيل وانتل، تيل وانتل معناهم حتى او لغايه، ودايما جاب لهم نفي. نفي ازاي؟ نفي بديدن، نفي بكودن، نفي بوزن تاورن، نفي بودن، وساعات كلام زيه زي النفي زي كلمه ستوب زي كلمه ريفيوز، وراها دايما هات زائد تصريف ثالث. خلي بالك ادوات الربط الزمنيه ينفع وراها ماضي بسيط ماضي بسيط، مش تاء مش بسيط تام او تام بسيط. امتى ده؟ دون فاصل زمني. لو مفيش فاصل زمني بينهم، يعني لما اشوف حاجه مثلا، لما شفت وين اي سو ذا فاير، لما شفت الحريق كوما اي فوند ذا بوليس. ماشي، برضو عندنا نوسونا وهادلي وسكيرسلي لو جم في اول كلام بستخدم الشجلوبه. ايه الشجلوبه ديت؟ وراهم هاد والفاعل تصريف ثالث. في اللي بتحاول لك ايه؟ نوسونر نقط، اختار هاد اي بلايد ولا اي هاد بلايد، اختار اهم الشجلوبه. الشجلوبه ازاي؟ هاد والفاعل تصريف ثالث، يا اما ديد والفاعل وبعدين ايه؟ مصدر الفعل.